السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنفيذ ورقة عمل سوي، المطلوب إنشاء ملف سوي لعرض إنجازاتك التي تؤهلك لتكون معلم خبير. في البداية سوف أستعرض معكم ملف سوي تم إعداده مسبقا. يتم كتابة عنوان السوي، وضع خلفية لوجو تكنوسوفت للسوي، بطاقة تعريفية معلم حاسوب مي متدرب تكنو سوفت، تم إضافة صور توثيق، ثم يتم الانتقال إلى السؤال الأول: لماذا ترشح نفسك لتكون معلم خبير؟ يتم الإجابة على السؤال، ثم يتم إضافة بادجيات التي تم الحصول عليها، صور البادجيات أو الشارات التي تم الحصول عليها، ويتم إضافة صور للشهادات. ثم يتم الانتقال إلى السؤال الثاني، وهو: كيف تم دمج تقنيات مايكروسوفت بطريقة إبداعية داخل الصف الدراسي؟ يتم الإجابة عليه، ويتم توضيح كيف يتم استخدام التيمز داخل الصف الدراسي مع إرفاق فيديو وصور. يتم تصوير نسخة من الفيديو من الفرق التي تم إنشائها داخل تكنوسوفت في التيمز، فريق تكنوسوفت في التيمز، وكذلك كيفية التعامل واستخدام الفورم. يتم إرفاق فيديو. يمكن الاستعانة بالنماذج والقنوات والفرق التي تم إنشائها داخل تكنوسوفت، وكيفية استخدام الوان نوت والواجبات داخل مايكروسوفت. ثم يتم الانتقال للإجابة على السؤال الثالث والرابع. يفضل إرفاق صور وفيديوهات. السؤال الأخير: ما هي خطتك التي تنوي تحقيقها في حال تم اختيارك معلم خبير؟ يتم الإجابة عليها والتوضيح. لإنشاء ملف سوي يتم الدخول على موقع office.com، ثم يتم الضغط على تطبيق سوي. يتم اختيار ملف جديد. في البداية يتم كتابة البطاقة التعريفية ووضع خلفية للسوي لوجو تكنوسوفت. يتم كتابة الاسم بعد كتابة الاسم يتم الضغط على خلفية لإضافة اللوجو، ومن زر المقترح يتم اختيار تحميل الصورة أو اللوجو من على الجهاز. قبل البدء بإعداد ملف السوي، يفضل إعداد مجلد، تجهيز مجلد يحتوي على الصور، الشارات التي تم الحصول عليها، يحتوي على صور الشهادات، يحتوي على اللوجو، يحتوي يتم تحميل ملف التي يحتوي على الأسئلة المقترحة حتى يسهل العمل بها. يتم إضافة اللوجو، لوجو تكنوسوفت، وأوبن، الضغط على زر أوبن، جاري تحميل الصورة، لإضافة عنوان أو نص أو صورة أو فيديو يتم الضغط على علامة الزائد، ويتم اختيار عنوان. سوف يتم اختيار عنوان الإجابة على أول سؤال. أكتب عنوان أول سؤال. نفتح الملف الإجابات المقترح، نسخ، يتم لصقه داخل السوي، يتم الضغط على علامة زائد مرة ثانية. أنا هتم لصق الإجابة فأختار نص. نفتح الملف المرفق بالإجابات، يتم تحديد الإجابة، ولصق. بالتالي تم كتابة السؤال الأول والإجابة عليه. لك حرية الاختيار باستعانة بملف الإجابة على الأسئلة أو الإجابة بمفردك. لمعاينة الملف
يتم الضغط على علامة تشغيل زر تشغيل لمعاينة. تم كتابة الاسم، خلفية السوي لوجو، تم كتابة السؤال الأول والإجابة عليه. طيب للعودة مرة أخرى إلى تحرير السوي واستكمال ملف السوي، نضغط على زر تحرير لإرفاق صور الشغلات التي تم الحصول عليها. يتم الضغط على علامة الزائد واختيار صور. يمكننا سحب الصورة ووضعها في هذا المكان أو الضغط على مقترح جهاز وتحديد صورة الشارة. عرض الصور بشكل مميز، يتم الضغط على علامة الزائد واختيار عرض متسلسل، ثم الضغط على إضافة محتوى، يتم إضافة صور، مجموعة من الصور. نضغط على المقترح ونختار الجهاز. يتم تحديد صور الشارات المطلوب عرضها والضغط على زر أوبن. جاري تحميل الصور داخل مجموعة كمجموعة. للمعينة يتم الضغط على زر تشغيل. تم إرفاق صورة تم تحميلها وتم تحميل مجموعة أو عرض مجموعة من الصور كمجموعة عرض متسلسل. للعودة لاستكمال ملف سوي، يتم الضغط على زر تحرير لإرفاق ملف فيديو. يتم الضغط على علامة زائد ونضغط على تحميل. يتم اختيار ملف الفيديو، هناخد ملف عن السوي أو ملف عن النماذج. يمكننا إضافة هنا شرح عن الفيديو أو عنوان الفيديو، كذلك إضافة شرح عن الصور أو عنوان الصورة. جاري تحميل ملف الفيديو. تم تحميل الفيديو للمعاينة، نضغط على تشغيل. تم إرفاق الفيديو. المطلوب جعل ملف سوي عام حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليه. يتم الضغط على مشاركة ثم الضغط على أي شخص لديه ارتباط، وبالتالي يستطيع الجميع الاطلاع على ملفي. ولنسخ ارتباط الملف لإرساله إلى الأصدقاء للاطلاع عليه، يتم نسخ هذا الرابط باستخدام كوبي ثم إرساله عن طريق الواتس التليجرام أو وضعه في ملف المعلم الخبير. سوف يتم إرفاق ملف سوي معد مسبقا للاطلاع عليه، وملف وورد يحتوي على إجابات مقترحة للأسئلة المطلوبة في سوي مع الفيديو. وبهذا نكون قد انتهينا من تنفيذ ورقة عمل سوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.